الإرشاد الأسري والاجتماعي أحد أهم الروافد والتي تهدف إلى الارتقاء بالأسرة، ويعتبر الإرشاد الأسري المتخصص والموجه للأسر ممن لديهم واحد أو أكثر من ذوي الإعاقة من أهم أنواع الإرشاد. وهنا طبعا لازم نسأل هذا السؤال، هل يمكن لأي شخص أن يكون موجه ومرشد أسري واجتماعي خاص للأسرة واللي ينتمي لها أشخاص من ذوي الإعاقة؟ حول هذا الموضوع مشاهدينا يسعدنا أن ينضم لنا في الاستوديو الدكتور عيسى الحربي، أستاذ القياس والتقويم النفسي، ودكتور إبراهيم الصيخان، مستشار أسري ومعالج نفسي. يا هلا وسهلا فيكم، مساكم الله بالخير. الله يعطيك العافية، الله يسلمك. شكرا لكم وشكرا لقبول هذه الدعوة. الله يحفظك، تسلم. موضوع جدا مهم للأسر والإرشاد بشكل عام. خلينا نبدأ معك دكتور إبراهيم إذا تسمح لي، ونتكلم عن الدور المهم للمرشد بالتحديد، المرشد النفسي للعائلات واللي تحتوي على أفراد من ذوي الإعاقة. احنا يمكن لو تكلمنا عن الإرشاد بشكل عام، هو خدمة تقدم لجميع الأفراد. نعم. وإذا دخلنا في العمق وجدنا أنه أسرة تعاني من أنه يوجد شخص أو أكثر عنده إعاقة بمختلف الإعاقات الموجودة، سواء كانت إعاقات جسدية أو إعاقات عقلية. نعم. أو بعض الاضطرابات اللي ممكن سلوكية ممكن تصير مثل التوحد وخلاف من الاضطرابات، فبالتالي الأسرة محتاجة إلى شخص يحاول يوازن الحياة، يخفف الصدمة اللي ممكن تصيب الأسرة لما تكتشفون أن عندهم حالة عندها إعاقة، وبالتالي يتكيفون مع هذه الحالة ويعرفون كيف يتعاملون، يعرفون كيف خصائصه النفسية، احتياجاته النفسية والاجتماعية والطبية والاجتماعية اللي يحتاجها هذا الشخص المعاق بمختلف مراحل عمره الزمني. نعم. اللي يقضيها معه. نعم. دكتور عيسى، هل ممكن أنه شخص أحد أفراد العائلة يمكن يكون أنه هو مرشد أسري؟ أو لازم يكون شخص متخصص؟ بالنسبة للإرشاد الأسري ومسمى مرشد أسري كمهنة علمية ومهنة يجب أن تسند لمن يستحق ذلك، سواء من حيث البعد الاستعداد النفسي لهذا الشخص والاستعداد العلمي والخبرات له. فلدينا جانب التأهيل العلمي، لدينا جانب التدريب والتأهيل والممارسة، لدينا جانب الترخيص والاعتماد للقيام بهذه المهمة كونها تتعلق بمسيرة وحياة الأشخاص، فما يصدر عنه من قرارات أو من آراء أو من عبارات مؤثرة إيجابا وسلبا في حياة الآخرين. صحيح. وبالتالي يجب أن تمنح هذه الفرصة لشخص مؤهل يطلع بهذه المهمة ويقوم بها بأعلى مستوى. نعم. خاصة أنها تتطلب جوانب تتعلق بالتدريب والتأهيل. صح. فلدينا جانب ما يتعلق في الخبرة العمل فيما يتعلق بدراسة الحالة، كون سيلجأ إلى دراسة الحالة، لأن كل حالة لها وضع، تخضع لإرشاده، لها ظروفها، لها مدخلاتها ولها مخرجاتها ولها خصائصها التي يجب أن تدرس بشكل مستقل. نعم. ضمن آلية يكون لديه قدرة عالية على الملاحظة، الرصد، التدوين، المقابلة، الملاحظة، جانب أيضا كتابة التقرير وكتابة النتائج، صياغة التوصيات، وضع خطة، الخطة الفردية للشخص، المتابعة، إلى آخره من الجوانب المهنية التي تجعل المرشد مرشدا يعني يمكن الاعتماد عليه والوثوق بقراراته وتوجيهاته، فضلا عن أي خلل في هذه الأمور التي ذكرت تعتبر نقص وتعتبر ربما تؤدي إلى نتائج سلبية تظهر تباعا ومستقبلا لدى المسترشد. لما تذكر دكتور عيسى، لما ذكرت أنه الشخص لازم يكون متخصص وذكرت بعض المهارات المهنية، إيش المهارات أو الصفات الشخصية اللي المفروض أنها تكون في هذا الشخص؟ بالتأكيد يعني كل مهنة لها أرضية أساسية في خصائص الشخص، سواء النفسية أو الاستعداد لديه،
منها ما يتعلق في القدرة على الرصد، التمعن، الاستبصار، التتبع، القدرة على مثلا لو اتجهنا للخصائص الخاصة بالفرد نجد أن لديه ذاكرة جيدة، صح، لديه حيادية، نعم، لديه موضوعية فيما يكتب وما يقول، تفاعله أو نستطيع نقول يتحكم بانفعالاته، ولديه ضبط عالي لردود فعله. فلا نجد أن المرشد ينفعل أكثر من المسترشد، نعم، وبالتالي صحيح. سنجد أنه أنا نحتاج إلى مرشد لهذا المرشد، نعم، فيجب أن يكون يعني يتمتع بقدرات خاصة وخبرات علمية ومهنية. أكيد. دكتور إبراهيم، لو نبي نتكلم عن أبرز الاضطرابات النفسية اللي تواجه الأهالي ذوي الاحتياجات الخاصة، وش تكون؟ هي طبعا تختلف من حالة إلى حالة، تختلف أيضا من الجنس إذا كان الجنس ذكر أو أنثى، لأن كل واحد له متطلبات في الحياة تختلف عن الآخر. أيضا الحالة العمرية، إضافة إلى أنه لو كانت بعض الحالات هناك حالات إعاقة مركبة، يعني في إعاقة جسدية وإعاقة عقلية مثلا إعاقة ذهنية، فكل واحدة من هذه الأمور يعني لها خصائص ولها صفات. فبالتالي مثل ما قال الدكتور عيسى في موضوع التشخيص، هنا يستطيع المقدم الخدمة أنه يقدم الشيء الصح اللي بالأخير تتناسب واحتياجاته. في احتياجات النفسية يمكن عملية مساعدة الأسرة ومساعدة الحالة على التكيف على قدر ما يملك من مهارة وقدرة، صحيح، وإمكانيات. بعض الأسر يصير عندهم نوع من الرفض، الانعزالية الاجتماعية، ينعزلون عن المجتمع ويبتعدون عن المجتمع بسبب وجود عندهم حالة حالة شخص معاق. العيب الاجتماعي أحيانا يصير مرتفع عندهم في ثقافتهم، وبالتالي يظلمون هذا الشخص، صحيح، المعاق، وما له ذنب، الله سبحانه وتعالى هو اللي أعطاه الإشكالية، فبالتالي يصير في نوع عدم اتزان داخل الأسرة. هذا يجعل العلاقات بين أفراد الأسرة فيها نوع من التصادم، نوع من التوتر، أيضا الانسحاب من المجتمع بشكل عام. هنا يجب أن يكون المرشد ذو معرفة علمية ومعرفية عالية جدا، وبنفس الوقت عنده خبرات تطبيقية يساعد الأسرة أن تخرج من نفق العنق الزجاجة اللي يخليها تطلع وتتقبل الحالة وتتكيف مع الوضع، صحيح، وتعيش وضع طبيعي جدا مثل أي أسرة أخرى. ويمكن هنا يجي أهمية دور تعزيز الصحة النفسية عند الأسر. نعم بالضبط، طبعا. صحيح صحيح صحيح. أكيد. طيب خلينا برجع لك دكتور عيسى، يمكن احنا شفنا هذا البروشور عن مؤتمر الإرشاد والعلاج الأسري للفئات الخاصة وأسرهم، لو تعطونا فكرة عنه. بالنسبة للفعاليات والمؤتمرات، فضلا عن الملتقيات وورش العمل والتدريب، هذه أحد الروافد التي يطور المرشد، أكيد، الأسري خبرته، مهاراته، يلتقي بالزملاء، يلتقي بالخبراء من داخل المملكة وخارجها، يستمع لما هو جديد في إطار هذا العلم، في إطار تطبيقاته والأحداث التي قد يعني يمكن تناولها على شكل أبحاث أو تطبيقات. فضلا عن الالتقاء مع الزملاء داخل المملكة وخارجها، ينمي ويجعل هناك مجال للتجارب والتعاون على مستوى المؤسسات ومستوى الأفراد. بالنسبة ما يتعلق في مؤتمر الإرشاد والعلاج الأسري الذي سيعقد في الرياض إن شاء الله 19-20 نوفمبر، سيكون فرصة لالتقاء الخبراء من داخل المملكة وخارجها على مستوى الأسر، على مستوى المرشدين، على مستوى المؤسسات ومراكز الإرشاد الأسري، المؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية والخيرية التي تتناول جميع محاور الإرشاد الأسري والعلاج الأسري للفئات الخاصة، سواء كان ما يتعلق بالظروف الخاصة أو الإعاقات أو ما يتعلق بالظروف الاجتماعية، كلها جميعا ستلتقي لتناول وتداول ما يتعلق بالأبحاث والدراسات في هذا المجال وتطبيقاته. فضلا عن ما يتعلق باتجاه الأسرة، هناك جانب رئيسي في كون تأهيل الأسرة أحد
الأسس التي تعين المعاق وذوي الفئة الخاصة على تجاوز وتقبل الظرف الذي يعيشه. فجانب الأسرة والدراسات التي تتعلق بتطوير وتأهيل الأسرة لاستيعاب الابن ذوي الفئة الخاصة أو ذوي الإعاقة الخاصة أو ذوي الظرف الخاص يعني من الأساسيات التي تجعله يتجاوز ذلك ويتكيف في مجتمعه ومحيطه وأسرته ويتحول من عالة إلى معين وربما مرشد وربما موجه وربما مطور وربما فاعل أو يقوم على الأقل باحتياجاته وبيومياته. أكيد صحيح. دكتور إبراهيم، لو نتكلم عن دور الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية وهيئة حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الفئات الخاصة وأسرها. كل هذه تعتبر مؤسسات سواء كانت رسمية حكومية أو أهلية، كلها مؤسسات النفع العام. ما في شك أنه المملكة تقدمت كثير في موضوع التشريعات اللي صارت سواء كان على مستوى حقوق الإنسان أو على مستوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جعلت كثير. ويمكن أنتم ذكرتم من شوي موضوع في تقريركم موضوع البطاقة، هذه أحد صحيح. اقل شيء ممكن انه يقدم لي مثل صحيح. مثل هذا الفئات، فما بالك في بقيه الخدمات الاخرى اللي تقدم سواء كان على مستوى الجهات الرسميه المراكز اللي تابعه للوزاره او المراكز الخاصه او الجمعيات الخيريه اللي تقدم ايضا اما خدمات ماديه او خدمات تاهيليه او خدمات ايضا تقدم بعض الادوات وبعض المعدات والاجهزه مثل الكراسي المتحركه او شيء من القبيل اللي تساعد الشخص اللي عنده إعاقة يتكيف مع بيئته ويستطيع أنه يكون إنسان منتج. أيضا الوزارة قدمت أنه 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 عندما توظف شخص عنده شيء من الإعاقة فأنت أيضا تكون كمؤسسة متميزة، بالتالي هذا يعطي دافع على أنه بدل ما يكون شخص اتكالي يكون شخص منتج داخل المجتمع وليس شخصا يعني اتكالي. صحيح. دكتور إبراهيم الصيخان ودكتور رئيس الحربي، شكرا لكم ولتواجدكم اليوم معنا، وأكيد شكرا اللي قاعدين تقدمون لهذه الفئة الغالية على قلوبنا. الله يعطيك العافية. شكرا لكم وفرصة سعيدة إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا مستمرين معاكم ولكن بعد الفاصل.